هذا كان صورتها، لا واضحة ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we have new experiment. We need to mix two type of Elegia. Its name Elegia or Elegia? Algae. Algae. اللي هي الطحالب. This is citracel, my friend. This is citracel. What's the name of this? This is Texua. This I'm looking for the English name. One moment. طيب هو الآن بيبحث عن اسمها بالإنجليزية. طبعا احنا نقول لكم ايش الفرق. هذه تيتراسيل انت تستخدم في تغذية الأسماك. تم اختيارها في داخل معمل، وهذه الى الان لم تستخدم في اطعام الاسماك، ولكن فيها خصائص كثيره ممتازه. وبنشوف اذا ممكن احنا نهجن الفصيلتين هذه مع بعض تعطينا نوع فصيله جديده، بحيث انه يكون لها انتاجيه اكثر للفات اسيد اللي هو الزيوت العطريه او الزيوت الطياره، وبسرعه انتاج التتراسيل. من هنا نقدر نحصل على البايو فيول. مهندس عاصم، مهندس عاصم، احنا الان ان شاء الله اليوم التجربه معانا المهندس عاصم، مركز الابحاث المركز الوطني لابحاث الثروه السمكيه، والخبير الصيني هذا دييغو. دييغو طبعا احنا الان طورنا عمليه المفاعلات في انتاج الطحالب مثل ما تكون داخل المعامل، سويناها في البحر المفتوح. هذه من ابتكار المركز، الفريق البحث اللي مشارك معانا. طبعا ان شاء الله حنجرب التتراسيل في الطحالب في المفاعل رقم واحد، وحنجرب الخليط اللي سويناه في المفاعل رقم 2. الان حنوقف التصوير وحنرجع لكم ان شاء الله بعد ما نعرف اسم هذه الطحالب. طيب الان بعد 4 ساعات بنحاول ناخذ الفيول من الاعلى. شايفين اللون الاصفر؟ هذا هو الوقود الحيوي. حجربه يبقى ناخذ كمان زيادة بحيث انه تكفي تخرج من الانبوب. طيب زي ما قلنا شايفينه فيول فيول ما شاء الله، بس الآن يوان يبان عن عملية ايش؟ الاشتعال. في لونه كيف يا اخوان؟ بيور. طيب خليني احاول احطه على كيف اطلع الحين. طيب خليني اخذ الحطب نفسها واخذ من السطح من الفيول اللي موجود في السطح. تمام، انا احط بقى فيها فيول نغطي ده. شايفين ما شاء الله تبارك الله ذهب سريعة الاشتعال من الطحالب الحمراء. شايفين ما شاء الله ما شاء الله.